الكرش ما عم يتزحزح لاجئ فيه دول جردون. نظام أبو شحاطة ينقل لكم الحالة المعيشية المزرية التي وصل إليها المجتمع الخاضع لحكم بشار الأسد المجرم. تمام، ليك كلها واضحة عندك، 4.5 مليون. أوف، ليش كل هال؟ لك هن شوية أغراض، استوزكي نصة مع عبوة. لك أنت مالك عايش بهذا البلد، لك الأخضر صار بالعلالي والبضاعة خافة بالسوق، لك ما ظل البضاعة يا رجل. أبو شحاطة يفضح الفساد المنتشر في مؤسسات النظام المجرم. لك يلي بيسمعك بقول مو عايش بالبلد. اخي عوجة عوجة ومستحيل تجلس. لك دفاع بجلس لك اياه. ابو شحاطة ياتيكم كل يوم اربعاء في الساعة 4:30 مساء. الكرسي ما عم يتزحزح لا شيء فيه تقول جردون، محاسس بالناس تعبانة ابو رقبة ولا هو هون.